يا هلا وسهلا، نحن في صلالة أرض الأصالة. اليوم بناخذكم في مشاورنا، يعني تقضوا معنا يومنا. بنحاول إنه نشارككم أغلب التفاصيل اللي في يومنا. شوفونا وتابعونا. إحنا في معمل بن فاتو، نجرب تخونهم الجديدة. ممنوع فنانة فن. طبعا طارق شل الأغراض اللي ناقصها هناك في البوتيك في المول، الحين بيروح يحط الأغراض. بتروح انتم معانا، مو كلنا بنتشارك المشوار. الله، هذا الحين ترند في كوفي بمسقط في قلعة مطرح، شيء خرافي. شوف الفيو، عالمي عالمي. الحين احنا كنا مع بعض بنروح جراند مون صلالة. كذا نقدر نقول لكم نورتوا طاقة، أهلا بكم في الأرض المشتاقة. يقولوا عنها الأرض المشتاقة، ليش ما نعرف؟ طبعا الطاقة القديمة للداون تاون. الحين نحن بنروح الكافي في نزل قديم، بيت قديم صار نزل، وفي كذا كافي الطابع مميز ظفاري تقليدي. الكتاب واضح من عنوانه، مكان تقليدي رائع يحملك إلى ما قبل 100 سنة، 80 بالحد. شيء رائع. تخيلوا أنتوا الأجواء هنا قبل المغرب أو المغربية كذا، شيء رائع، خاصة الحين مع الشتاء. أخذكم بهذا الجانب. طبعا هذا كله الكافي أتوقع خاص بالهواية، أتوقع. بسم الله، شيء بارك في شغل من الملكة يحفظهم العافية. طبعا مستحيل يكون مكان قديم في هذا الطابع، مستحيل. طاووس هذا المطل، يعني الطاووس ما أعرف إيش قصة زمان الناس مع الطاووس. عموما هذا البوابة القديمة، البيوت القديمة، وهذه الدراج قديمة كذلك. قبل اسمين الخلفة، الخلفة وهذا اسمه السدة، السدة يعني الباب. الحين صار باب، زمان لا يخلق سدة. وهذا المكان اللي يكون قدام البيت اسمه الدكة. بس أهم شيء يكون في الفخار عشان نستمتع بالقهوة وعبق الماضي. تسلم. وهذه قهوتنا بالفخار. شوفوا انتوا فخار، شوفوا روعة المكان والتفاصيل اللي تاخذك في رحلة ما لا يقل عن 50 60 70 سنة. بس الأجواء حاليا ما تتفوت، فضروري يكون الموضوع أو الدور عليكم بالمنظر. دمتكم مو خرافي. أحط قهوتي هنا وأشربها وأعدل مودي. قد يكون بعض الشيء المناظر اللي قدامنا مظلمة، ولكن هذه ميزة الموضوع، إنه ريلاكسينج وهدوء وبعيد عن الضوضاء والإضاءة والربشة والاستحام والسيارات. لا بالعكس، هي كذا الأوضاع الحالية، ناس رايحة ناس جاية، ما فيش أي مشكلة، خذ راحتك، كله تمام. القهوة مع الفخار فيها كذا نكهة. أيوة حلوة، بس تستمتع أكثر من الأول اللي بالحليب. أنا مشكلة ما كثير أشرب، وأحب القهوة دائما تكون بدون إضافات سكر حليب، ما بحب. أيوة قهوة قهوة. طيب.
تجربة أنصح فيها وبكل أمانة. قهوة مكان لطيف هادي ياخذك كذا برحلة عبر الأزمان، تاخذك على الأقل 50-60 سنة، ما يفوتكم. في بيت بكوفان، في طاقة أمام الحصن، باترية.